السلام عليكم حبيبه ديالي، قريت الكومنتار ديالك ما صدقتش عينيا وما سيقتش راسي، وقريته وعاود قريته تبورش ليا اللحم ديالي. عرفتي جاني واحد الاحساس بشكال ما بين الخلعه والفرحه. واش بصح بصح نعاود نذكرك بالقصه ديالك حبيبتي؟ انتي كنتي في شفتي دخلتي لقناتي وشفتي واحد الوصفه ديال تنزيل الدوره الشهريه، وقلتي لي واش ممكن نديرها راني حامله. انا تفاجات، كيفاش ديرها وانت حامله وهي كتنزل الدوره الشهريه؟ كيفاش انت غديرها وانت حامله يا بنتي؟ تواصلت معاك تبنيتي اش بغيتي دير الوصفه انت حامله؟ قلت لي ايه. واش بغيتي دير الوصفه؟ قلتي لي بغيت نديرها. قلت لك بغيتي تجهضي؟ قلتي لي اه. قلت لك لا بنيتي ما ديريهاش ما ديريهاش، شنو هو المشكل؟ علاش انت حامله والعيالات تيبغيو يحملوا تيتمناو يشوفوا وليداتهم وانت عطاه لك الله فضل من عند الله، كيفاش تفرطي فيها يا بنتي؟ تقتلي روح. قلتي لي ودي راه عندي المشاكل خالتي، وها مكان ها مكان، وراني مجوجه ولد خالي وهو ماشي قد المسؤوليه، وانا خفت لا يعني الحاله ديالنا الماديه تدهور وداكشي. قلت لك ربي هو الرزاق سبحانه وتعالى، ربي هو الرزاق هو اللي غيعطيك من فضلو، وربي هذاك ما كيتزاد حتى كيتزاد الرزق ديالو معاه. وقلت لك حبيبتي بان الزوج ديالك دابا يدير عقله، غيتزاد له داك الوليد غيدير عقله. صافي حبيبه ديالي، المهم هضرنا، عطيتك النمره ديال الواتساب، قلتي لي ما تشداتكش الواتساب، وتألمت بزاف بغيت نتكلم معاك ونعاود نهضروا ونهضروا ونهضروا الكثير والكثير كنا غنقولوا. المهم حبيبه ديالي داز الوقت وانا دهاني الوقت ومرض با، وراه مات با الله يرحمه حبيبه ديالي، الله يرحمه ويغفر ليه يا ربي ويسمح ليه يا ربي ويعطيه الجنه ويعطيه الفردوس الاعلى هو وسائر المسلمين والمسلمات. المهم انا البارح تنقلب انا في الكومونتيرات زعما تنشوف الكومونتير اللي عنده اكثر اهميه واللي مولاته مثلا مزيره واللي مولاته يعني في واحد الحاله يعني مستعجله تنسبق. وانا نطيح الكومونتير ديالك سبحان الله وانا نقرا هذا الشيء اللي كتبتي لي يا بنتي. شو كتبتي لي؟ بسم الله انا غنقرا داك الشيء اللي كتبتي لي. قلتي لي كنتي خير عون لي عشان ما اجهض، ودابا نحب ولدي بزاف وناطره بفارغ الصبر نشوفه ونفرح بيه. الصغر وقلت العقل كانت غتخليني نفقد روح، والحمد لله اللي ما درتهاش. لو نقول لك مشكوره ما يكفيك، درتي فيا معروف غير حياتي، ودابا راني في الثامن. يا ربي تفكك بخير على خير يا الحبيبه ديالي. ادعوا لي ربي يتمم حملي ويجيب لي وليدي تمام الخلقه ووافر الصحه يا ربي يا حبيبه ديالي، يا ربي يا حبيبه ديالي تولدي ان شاء الله واحد الولاده يسيره ان شاء الله بحول الله، ويعطيك ربي هذاك الوليد كامل الخلقه ويكون زويون وطيب بحالك يا حبيبه ديالي، ان شاء الله يفرحك ويسعدك به يا ربي يا ربي. دابا راه قربتي، دابا هاد الكومونتير كان با مريض، ما كنتش كنقرا كومونتيرات راكو عارفين، كنا تنقابلو الوالد كان مريض بزاف مسكين الله يرحمه، ما كنتش كنقرا كومونتير حباباتي كان عقلي طايش ما معياش كاع. المهم دابا هاد الكومونتير راه ليه شي 3 الاسابيع يا حبيبه ديالي، دابا تكوني قربتي تولدي، الله يفكك بخير وعلى خير، دعيو معها حبيباتي دعيو معها، ربي يفكها بخير وعلى خير يا ربي تسعد وتفرح به، ومن تولدي ان شاء الله بحول الله، تهلاي في الحلبة بنيتي راه كدير الحليب، تهلاي تحب الرشاد حتى هو ديري مع الحسوة، ديري مع الحريرة، تهلاي كذلك حبيبتي ديالي دابا نعطيك وصفات، ديري مسمن، ديري شوية دجاج البلدي، ديري شوية الشوربة بحال هكا باش تقوي لك الحليب ان شاء الله بحول الله، ويتربى في عزك يا بنتي. راني فرحانه ليك بزاف وعاد حبيبه ديالي، ودابا ان شاء الله بحول الله الا بغيتي وصفات الحليب غنعطيهم لك باش يقوى عندك الحليب وترضعي وليدك وتفرحي وتسعدي به حبيبه ديالي، وديروا ان شاء الله اسبوع وتفرحوا وتسعدوا وتشطحوا وتفرحوا حبيبه ديالي وتربى في عزكم يا بنتي.
تهلاي في راسك بزاف وعاد راكي فرحتيني بزاف 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 بزاف، وما صدقتش عينيا وانا كنقرا هاد الكومونتير. والله قريته في الصباح عرفتي قلبي طار طار بالفرحه. الحمد لله اللي ما درتيش اجهاض، ها وربي عطاك وليد افضل من عند الله. وعرفي واحد القضيه، هذوك الوليدات اللي كيكون الامهات ديالهم باغي يجهضوهم وكيتراجعوا، اقسم بالله الذي لا اله الا هو، الا سمع بزاف ديال التجارب ديال الناس بان هذوك الوليدات ربي كيدير فيهم خير كبير 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 كبير، راه هو اللي غيدعمك وهو اللي يتهلا فيك ان شاء الله، ويكون نقله طيبه ويكون فيه الخير والخمير، ويكون عنده ان شاء الله بحول الله واحد التفوق في الدراسه ديالو، ومن ان شاء الله يبقى يتفوق عام على عام حتى يتوظف لك واحد الوظيفه زوينه ويعتقك ويتهلا فيك ويعطيك الفلوس ويشري لك ويجاملك ويتهلا فيك ويساريك، ويدير ان شاء الله واحد السيره فاخره واحد البيت فاخر، وان شاء الله تعيشي معاه في العز والخير والخمير. حبيبتي الغالية تقول لك ألف مبروك عليك الحبيبة ديالي، ألف مبروك عليك يا بنتي، راه فرحت لك بزاف. وعاد حبيباتي الغاليات اللي حاملة، أنا نصيحتي لله ما تجهدش راسها أبدا مهما كان السبب، مهما كانت مثلا واحد الاحتياج مادي ولا مثلا شي حاجة شي مشكل عندك مثلا اللي خلاك تفكري في الإجهاض، راه هذاك الولد اللي كيتجهض ملي كيعيش ملي كيكتب له الله وما كيتجهضش وتيعيش، راه سبحان الله ربي كيدير فيهم واحد الخير كبير بزاف بالنسبه للامهات ديالهم. وراه راه بزاف القصص انا عارفاها من هاد الاولاد اللي سبحان الله العظيم كيكونوا غيتجهضوا وتيربي تيدير الرحمه في قلوب الامهات ديالهم وتيتراجعوا، سبحان الله كيكونوا احسن من خوتهم كاملين. حبيبة ديالي تتمنى لك السعادة من كل قلبي، بنياتي الغاليات كتمنى لكم السعادة من كل قلبي، وتنحبكم كنموت عليكم، كانت معكم تريعة الراشي، والسلام عليكم، السلام عليكم حبيباتي، السلام عليكم.